أعلنها وبكل شجاعة، وبكل شجاعة، عدم السير بالعقد كأنه غير موجود. في عام 2023 أدت الضغوطات الإعلامية والسياسية إلى تراجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن العقد الرضائي الذي وقعه مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي والشركة الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية لتوسعة المطار، علماً أن كلفة العقد بلغت حينها 122 مليون دولار. بتلزيمات وزارة الأشغال الوزير لا يتدخل في عمل لجان التلزيم ويأخذ بكل توصيات هيئة الشراء العام. شكل العقد الرضائي، وهو العقد الذي يعني عدم إجراء مناقصة عمومية لتلزيم المشاريع إما بسبب عدم القدرة أو الرغبة في ذلك، واحدة من أهم علامات الهدر والفساد في جمهورية ما بعد الطائف. بالأساس العقود بالتراضي ببلد في قانون وفي قضاء وفي شفافية بشكل أداة للفساد وهدر المال العام وسرقة المال العام، فكيف ببلد مثل لبنان نحن مأزومين بالقضاء، مأزومين بالإدارات، مأزومين بأجهزة التفتيش بكل أنواع الرقابية؟ هيدي الحالة يحكمها نقص بالقوانين وفساد أنا برأيي بالقوانين، ويحكمها فساد بالقضاء ويحكمها فساد بالإدارات. بعد 17 من تشرين وتحت وطأة الخوف من الشارع، اختفى هذا النوع من العقود من جداول أعمال مجلس الوزراء، لكن ولأن تغير الحال من المحال عادت الحكومة اللبنانية خلال السنتين الأخيرتين إلى الطريقة القديمة الجديدة في التلزيم، وعادت الصفحة الإلكترونية لهيئة الشراء العام لتمتلئ بنصوص عقود التراضي. ما ينشر على الموقع منه مسؤوليتنا نحن. في عندك حالات موجودة بقانون الشراء العام هي عبارة عن 6 حالات. أول حالة لما الشيء اللي بدي أشتريه منه موجود إلا عند مورد واحد أو جهة عندها حق حصري عليه، يعني ويتعذر الحصول عليه بطريقة تانية. بهالحالة لو عملت مناقصة ما حيجي غير هيدا الشخص، وبالتالي هون بنشر إعلان على موقع الهيئة، يجب نشر الإعلان إذا ونشر الرغبة بالتعاقد بالتراضي، وفي حال تبين أنه هناك جهة تانية قادرة تأمن هذا العمل أو هذه السلعة أو هالخدمة فما بيكفي الاتفاق بالتراضي، بيرجع ينعمل مناقصة. في إجراءات غير منطبقة على القانون، في تدقيق لاحق يجري من قبل هيئة الشراء العام، وفي رقابة مسبقة لديوان المحاسبة. عندنا المين والإعمار، المين والإعمار بكل العقود اللي سواها مع سكلين وسوكومي التي بلغت على فترة 20 سنة مليارات، كلها تمت ليس بمناقصات، وإن كان في بعض الأحيان تم مناقصة كانت مناقصة ممنهجة مفبركة. اللي صار بترميم قصر العدل اللي هو نحن تقدمنا فيه بدعوة بمئات المستندات اللي هو ما بين وزارة العدل وما بين وزارة الأشغال، هذا العقد لكي في احتاله على القانون، هذا العقد إجا ليقول بدنا مناقصة لترميم قصر العدل، أخذها بالبداية جهاد العرب، فجأة بيتنازل عنا لا مخلوف. الأهم بالموضوع أنه ما بيقدر يصير في تنازل، رجع عملوا مناقصة علما انكشف السعر الأساسي لا يعطوه إياه، قال زاد مبلغ صغير. شو عملوا هون؟ هذا كتير الناس لازم تعرفوا كيف بيحتالوا. المناقصة أنت مفترض تقدميها بسعر حقيقي للواقع، طيب بالمنافسة بتصير الفرق المبالغ صغير. شو بيجوا مع بيعملوا هول المقاولين؟ قدموا سعر مدني، يعني إذا بدهم يشتغلوا أساسا بخسر حتى يمنعوا الآخرين ياخذوا. إجوا قدموا للمناقصة ب8 مليون دولار وشي، طبعا أخدوه لأنه كان الموضوع بيكلف له 10 مليون دولار. بس شو عملوا وقت بدأوا بالأعمال؟ استغلوا الفقرة 2 من المادة 147 بقانون المحاسبة العمومية اللي بتسمح بالتراضي. عن شو؟ بتقلك اللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي
لإلا يتأخر تنفيذها. شو اجوا عملوا؟ استغلوا هيدي المادة وبلشوا يزيدوا بالتراضي باتفاق مع وزارة الأشغال وزارة العدل، والأخطر من هيك مع ديوان المحاسبة اللي صار يوافق على زيادات بلا مناقصات، إلى أن وصل ترميم قصر العدل لحدود 21 مليون دولار ونيف. يعني أساس المناقصة 8 مليون تقريبا ضعفين ونص بزيد بالاتفاقيات. هيدا نهب واضح وممنهج. مع كل عقد رضائي جديد تفوح رائحة فضيحة جديدة، فإذا كانت النوايا معقودة على الخير كما يقول المثل الشعبي، فمن حق المتابع أن يسأل: لماذا اللجوء إلى هذا النوع من العقود؟ حيث لا يمكن تطبيق القاعدة يجوز الاستثناء، وحيث يمكن تطبيق القاعدة لا يجوز الاستثناء، لأنه هيدا استثناء على القاعدة. يعني دائما عم بيكون الأساس هو العقود بالتراضي والاستثناء هي المناقصات. هو لبنان إذن، حيث يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وتتحول القاعدة إلى لزوم ما لا يلزم.